عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ ملاك. شوفاني كي درتوا، لاباس عليكم. نهار جديد واليوم جديد ان شاء الله باذن الله. بغيت نوريكم كيفاش تخدموا الصابلي، الاسرار ديالو. هذا الشيء علاش خدمت معكم اليوم العجين. هذا الفيديو خاص غير بالعجين والاسرار ديالو، باش كلكم ينجح معكم الصابلي. لهذه الوصفه غادي نحتاجوا ربعه الزبده، جوج صفار تاع البيض، كاس سنيده، دقيق حسب الخليط، الفاني، الكاكاو، قبسة الخميرة وقبيصة الملحة. غادي ناخذ واحد البول وغادي ناخذ الزبدة ديالنا تكون لينة. هذه زبدة عادية ماشي مارغارين، انا ما كنخدمش بالمارغارين، زبدة عادية ممتازة. ونزيدو عليها السنيدة، كاس ديال السنيدة كامل. نزيدو عليها الفاني ونخدمو باليدين. نخدمو برؤوس الأصابع، ما نبقاوش خدامين غير برؤوس الأصابع على هاد الشكل. هي راه ديجا لينة، مغاديش تلقاو معاها صعوبة، غير ندخلو فيها هاد السنيدة كاملة والفاني. وغادي نزيدو جوج صفار تاع البيض ونخلطو كذلك. غادي نقول لكم كاع الاسرار ديال الصابلي باش ينجح معكم المبتدئات ولا الناس اللي ما كيستقش معاهم الصابلي. ونبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه، وحنا برؤوس الاصابع. هادو هما الاسرار ديال الصابلي، حيت كاين اللي كترشم الصابلي ولكن كي ما كيبقاش في نفس الحجم ديالو، كينقص. علاش؟ حيت كتبقى كدلك فيه في العجينه، بقاو ديروا لي غير بحال هكا، بحال كي كديروا اون طارت. نزيدو دقيق بشويه بشويه معاه قبيصه الملحه وقبيصه الخماره غير شويه، ونخلطو حتى نحصلو على عجين لين. غادي نحصلو على هاد العجين، شوفوها كيفاش دايره، خفيفه بزاف بزاف. ها شوفوا، باقي ما كملناهاش. غادي نزيدو هادي، غادي نزيدو على الكاكاو، وهادي نزيدو عليها الدقيق. علاش انا قسمتهم دابا؟ حيت الا بقينا كنزيدو في الدقيق وزدنا الكاكاو غتقصح معانا. اللهم نخليوها خفيفة عاد بدو نزيدو. المهم هادي زدنا ليها الدقيق، بقات خفيفة. ها هي علاش خليناها خفيفة بحال هكا. انا كنقول لكم كاع الاسرار، علاش خليناها خفيفة؟ باش مني نطلقوها نزيدو فيها الدقيق تحت منها ولا فوق منها ما تقصحش معانا. دائما كنخلي بحساب هذاك الدقيق اللي كان نديرو تحت منها مني كنسرحوها ولا فوق منها، فهمتوا؟ هادي غادي نديرو فيها الكاكاو، والكاكاو ديما تنغربلوه، شوفوا حيت كيكون بارفوا مكور، ونتوما غادي غير بشويه بشويه دقه دقه حتى ناخذ اللون اللي بغينا. وانا ما كنحملش داك، سمحوا لي، ما كنبغيش داك الكاكاو الكحل، ما كيعطيش واحد اللون زوين. هاد الكاكاو ديال لي ساشي احسن كاكاو، كيعطي واحد اللون زوين. المهم غنستمر هكا ونخلطها حتى ونرجع معكم. المهم احنا حصلنا على عجينة الكاكاو وعجينة بيضاء خفاف. هانتوما خفاف، باقي لينين. دائما الصابلي هو هذا، تكون العجينة لينة. اللي بغيت نقول لكم ان درت لكم السنيدة اوليو ان نديرو السكر كلاصي، درنا السنيدة. علاش؟ حيت السكر كلاصي مع المدة تيرطب الحلوى، ما كيبقاش الصابلي مقرمش. وشنو الزوين في الصابلي؟ هو التقرمشه ديالو. هادو من بين الاسرار اللي، ومن بعد غادي ندير لكم فيديو اخر باش غادي نوريكم كيفاش ترشموا لي صابلي وكيفاش طيبوهم. المهم غير تبعوني ان شاء الله باذن الله، وما يكون غير الخير. ومرحبا بكم وألف مرحبا.